السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن دعوات مجلس الامن الى وقف اعمال العنف في اليمن وانعكاسات التحركات الدوليه على سير الاحداث في اليمن. جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعوته لمن وصفهم أطراف النزاع إلى وقف أعمال العنف في اليمن لإبعاده عن حافة الهاوية والتحرك نحو إجراء محادثات لإنهاء الحرب. وفي جلسة لمجلس الأمن أمس صوتت هولندا والسويد والبيرو ضد مسودة قرار بريطاني لإيقاف الحرب، وأبرروا موقفهم بأنه لا يتطرق إلى المسائل التي تثير قلقهم بشأن الوضع الإنساني في اليمن، إلى أن مراقبين يرون أن الحوثيين لو ألقوا السلاح وانصاعوا لقرارات الأمم المتحدة بحل الأزمة في اليمن واحترموا أيضا مخرجات الحوار الوطني وانسحبوا من المدن وأطلقوا المعتقلين لتوقفت الحرب. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: أبعاد الاعتراض على مقترح إيقاف الحرب في اليمن وانعكاسات ذلك على سير الأحداث، وما الذي يمكن القيام به فعلا لإيقاف الحرب، ومن الذي بيده فعلا إيقاف هذه الحرب. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفي. يبدو أن الحرب ستطول، هكذا تقول المعطيات نظرا لتباين المواقف بين قوى المجتمع الدولي المنقسمة بشأن إيقاف الحرب في اليمن. في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن فشلت بريطانيا في انتزاع قرار بإيقاف الحرب بعد رفض هولندا والسويد والبيرو لمسودة القرار البريطاني الذي أعدته المملكة المتحدة واقترحته الصين بشأن اليمن. الدول الثلاث بررت معارضتها للقرار بأنه لا يتطرق إلى المسائل التي تثير قلقها وتتعلق بالأزمة الإنسانية. وقالت الدول الثلاث في رسالة إلكترونية إلى المجلس إنها تشعر بأن الوضع الحالي يقتضي تبني قرار يمنح المبعوث الخاص ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الدعم اللازم لاتخاذ خطوة لإنهاء النزاع في اليمن، لكنها لم توضح كيف يمكن إيقاف الحرب وما الذي ينبغي أن يقوم به جريفيث في هذا الصدد. من جهته جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته جميع الأطراف المعنية بالصراع في اليمن إلى الوقف الفوري للقتال. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال أيضا إن الاتصالات جارية مع كافة الأطراف وعلى كافة المستويات من أجل الوقف الفوري للقتال الذي شهد تصعيدا كبيرا في اليومين الماضيين، مضيفا أن الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد الصراع وحدوث أي تعطيل لعمليات الموانئ. لكن مراقبين يقولون إن الأمر مرتبط أولا بالحوثيين الانقلابيين واستعدادهم الحقيقي لاحترام حاجة الشعب اليمني للسلام بالاستجابة للقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا من هولندا الكاتب الصحفي غمدان اليوسفي. سيد غمدان مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد غمدان. إذن كيف تنظر إلى واقع الدعوات الأممية لإيقاف الحرب في ظل التصعيد الميداني الحاصل؟ ربما كما جاء في التقرير أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة بلورة حقيقية لسلام في اليمن، السلام المرتبط يعني بتصورات جديدة للوضع، السلام المرتبط ليس فقط بمفردة إيقاف الحرب. إيقاف الحرب ربما يعني هو قرار متعلق بالحوثيين يعني، وهذا الأمر أعتقد أنه غير قابل للجدل، لأنه في النهاية من كان يملك قرار بدء الحرب هو من يملك وقفه، وأعتقد أنه جميع يعني دول العالم، جميع المجتمع الدولي بمنظماته بدوله بكل تفاصيله يدرك هذه الحقيقة ولا يريد أن يتعاطى معها. وبالتالي اليوم نرى هناك قرار يأتي وقرار يذهب، قرار يقدم وقرار يسحب، يعني لا يوجد حتى هذه اللحظة مخاوف أساسا من 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 استمرار الحرب في اليمن لدى المجتمع الدولي. هذه المخاوف التي يمكن من خلالها أن يتم يعني التسريع بتحريك الملف السياسي والأمني. لا يوجد مخاوف لدى المجتمع الدولي من أن يكون هناك نازحين من اليمن أو لاجئين، لا يوجد لاجئين أساسا يهددون أوروبا،
كما حدث مثلا في القضية السورية والتي تحلحلت يعني على بشكل كبير أعتقد من خلال المراقبة للأحداث. فاليمن اليمنيون محصورون في داخل زاوية جغرافية لا يسمح لهم بالخروج من 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 هذا السور سواء إلى دول الجوار أو يعني هناك دول جوار مانعة لتحركهم، وهناك أيضا بحر في الاتجاه الآخر. فيعني ليس هناك مهددات للمجتمع الدولي يعني لكي يضغطوا على الحوثيين بأن يخضعوا للسلام. أما الحديث عن المسألة الإنسانية ما زالت ربما خاضعة للابتزاز أكثر مما هي خاضعة للواقع في الداخل. نعم، إذن ابقى معي سيد غمدان، أشرك معنا في الحديث. سينضم إلينا من كوالالمبور دكتور فيصل علي، كاتب أو عفوا رئيس مركز يمنيون للدراسات. سيد فيصل مساء الخير. مساء الورد، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد فيصل. إذن ما الذي يمنع توقف الحرب في اليمن؟ يمنع توقف الحرب في اليمن المستفيدين من هذه الحرب، والمستفيدين من هذه الحرب كثر، بينهم دول إقليمية ودول يعني وقوى دولية. هناك لابد من وجود صراع في العالم لتمر بعض المصالح، بعض مصالح شركات الأسلحة وشركات الأدوية وشركات الدعم اللوجستي. اليمن كانت أرض مهيئة لمثل هذه الحرب بسبب الصراع السياسي الذي أدى إلى انقلاب في العام 2014. هناك يعني مساحة وجدت للحرب. العالم يريد أن يتفرج على عذابات الشعب اليمني، لم ينظر إلى القضية اليمنية على أنها قضية إنسانية وأن هناك شعب يعذب ويقتل ويشرد. العالم يتفرج لنكبة اليمنيين ولا يفعل شيئا. طيب، يعني الدعوات المتكررة وآخرها الدعوة الأخيرة في مجلس الأمن التي قدمتها بريطانيا وهو مشروع صيني، يعني في مسألة إيقاف الحرب، من الذي يمتلك قرار إيقاف الحرب؟ الذي يمتلك قرار إيقاف الحرب يعني لا يوجد أحد معين بذاته يمتلك هذا القرار، لكن إذا وجدت النوايا الصادقة لدى التحالف في اليمن ولدى الشرعية ولدى المجتمع الدولي لاتفقوا على أشياء أساسية لإيقاف هذه الحرب، كإنهاء مشروع الانقلاب وإعادة الدولة إلى ما قبل الانقلاب. كل الذين دعموا الانقلاب من التحالف الذي يحاربونه، التحالف الذي يحارب الانقلاب اليوم على فكرة، هو ومن دعم هذا الانقلاب تحت غطاء دولي لمحاربة الإرهاب. إذا كانوا يريدون إيقاف هذه الحرب فليتوقفوا قليلا ولينظروا أنهم قد أخطأوا. العالم كله أخطأ في هذه المسألة، مسألة دعم جماعة طائفية يعني في للانقلاب في اليمن بحجة أنها ستحارب الإرهاب. لم تحارب إلا المصالح الدولية، لم يعني وأشعلت حرب شبه إقليمية في اليمن. هناك تدخلات دولية كبيرة في هذه الحرب. إذا كان العالم يريد إيقاف هذه الحرب فليوقف الانقلاب ويوقف أسبابه ومسبباته. نعم. ولتعود الشرعية إلى اليمن، وهذا بالإمكان على كل حال، ليس مستحيلا إيقاف الحرب في اليمن. إيقافهم للدعم اللوجستي للانقلابيين، إيقافهم للتحالف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، إعادة الدولة للسيطرة على الوضع في اليمن، هذا سيوقف الحرب. نعم، إذن سأعود إليك سيد فيصل. أذهب إليك سيد غمدان، يعني الكثير يتساءلون أنه يعني إذا ما حدثت جولة مشاورات يعجز المجتمع الدولي عن تأمين يعني هدنة ولأيام معدودة يعني بشكل ناجح، فما بالك بإيقاف حرب بشكلها الكامل؟ يعني هي هذه الصورة للأسف اللي يعني
لا يعني لا أحد يتصور يعني لماذا فقط نذهب إلى هذه المشاورات ونحن ندرك أن الأرضية ما زالت غير صلبة. الإشكالية أيضا في دول الجوار ربما لم تدرك يعني الحاجة، حاجتها هي نفسها لأن تحقق على الواقع، سواء يعني أن تحقق انتصار سواء للحاضر أو للمستقبل. يعني بدأت المطامع والمصالح تطغى على فكرة الانتصار على هذه الجماعة. ربما هذه الجماعة كانت ستمنحها فرصة يعني الحصول على مكاسب في المستقبل، وهذه المكاسب تحققها دولة ولا يمكن أن تؤخذ يعني بطريقة القرصنة، ولا يمكن أن تؤخذ بطريقة الميليشيات. وبالتالي يعني من مصلحة يعني الجوار أن تكون الدولة هي من تمنح هذه المصالح. في المقابل أيضا اليمن تكون قد كسبت يعني سواء معركة مع الحوثيين أو كسبت مصالح أخرى. لا يمكن لأن تكون المصالح يعني الذاتية فقط من طرف واحد، المصالح يجب أن تكون مشتركة، وهذا الذي ربما عول عليه اليمنيون في البداية. وكان هناك تغاضي حتى عن مصلحة ما الحديث عن المستقبل في علاقتنا مع دول الخليج يعني بشكل أساسي. واليوم وصلنا إلى مرحلة الحديث عن ملشنة هذه المصالح اللي كان يفترض أنها تكون مصالح مشتركة بين دولتين، بين حكومة وحكومة، بين دولة ودولة، بين رئيس وأمراء أو رؤساء. يعني اليوم يعني ينتبه بعد فترة أو بين حين وآخر ويقوم بتحريك عملية هنا أو عملية هناك. ربما هناك قد يكون هناك جزء من الأمل في مسألة يعني الحديدة، لكن حتى هذه اللحظة أيضا لا يعني ما زالت الصورة ضبابية، ما زال يعني ما زالت الأهداف المستقبلية، هناك مخاوف لدى الناس يعني جميعا يعني. وهذه أيضا ربما الجزئية تمنح الحوثيين جزء من الطاقة أو جزء من تطويل المعارك. يعني لا يوجد صورة واضحة لي يعني أو بلورة صورة واضحة لجيش واحد. أيضا صنعت الشقوق في داخل الشرعية نفسها كما يحدث في تعز اليوم، يعني وكأنها جاءت لتعميق الجراح في داخل اليمن وليس لحل هذه الإشكالية. قد يتغير هذا الواقع بين حين وآخر، ولكن ولديهم القدرة في أن يغيروا الواقع. يعني من المستحيل أن نتحدث أن هذه الدول لا تستطيع تغيير الواقع، لا تستطيع يعني تعديل الكفة لصالح الشرعية. لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد لا شرعية قادرة تقنع الجيران بأن يتحركوا باتجاه إيجابي، ولا يوجد قبول أصلا لدى الجيران بالواقع السياسي في داخل المشهد السياسي اليمني نفسه. نعم، لكن سيد غمدان يعني عن دلالات التوقيت، يعني لماذا يتحرك المجتمع الدولي كلما ضاق الخناق على الميليشيات الإنقلابية في اليمن؟ لا يعني اعتقد ايضا انه هذه ذريعه نتخذها اليوم نحن ونقول انه المجتمع الدولي يضغط. اعتقد انها اكذوبه كبيره ان المجتمع الدولي يضغط على يعني على السعوديه والامارات ان توقف المعارك. هذه اعتقد انه اصبحت فكره غير يعني غير منطقيه، واعتقد انها ذريعه امام المجتمع اليمني. لا نقول جراء فشل، بل نقول جراء فشل في التفكير في يعني جراء يعني البحث عن المصلحه السريعه، جراء البحث عن مصالح بطريقه القرصنه وليس بطريقه مصالح مشتركه. لا يمكن للمجتمع الدولي ان ياتي ويوقف دباباتك. يعني في النهايه هذه اكذوبه كبيره ان المجتمع الدولي يضغط. يعني اليوم ندرك ان القوات وصلت الى داخل شوارع الحديده، وبقي ربما فقط ربما ساعات إذا استمرت العملية بشكل جدي، وسيتم السيطرة على الميناء أو غيره من المصالح الكبيرة في داخل مدينة الحديدة. من الذي أتى؟ من الذي صرخ؟ لا أحد سوى منظمة اليونيسف قالت أنه يعني هناك خطر على أطفال في أحد المستشفيات، أو بيان آخر من المبعوث الأممي اليوم. يعني هل حركت الدبابات؟ في النهاية هذه يعني البيانات هي أكذوبة أيضا. نعم. أكذوبة كبيرة إنه البيان يمكن أن يوقف حرب. لا يوجد ضغوط، لا يوجد يعني، إنما يوجد ربما عقل غير نظيف في التفكير في المسألة اليمنية. نعم، إذن وضحت الصورة. الكاتب الصحفي غمدان اليوسفي كنت معنا من هولندا.
أذهب لضيفي الدكتور فيصل علي. يعني دكتور فيصل، البعض يقول أن اليوم الكرة باتت في ملعب ميليشيا الحوثي، لو أنها استجابت للقرارات الدولية لتوقفت الحرب، ما تعليقك؟ الميليشيات لا تتعامل مع بجدية مع القرارات الدولية، ولا تتعامل إلا مع أن هناك إصابات كبيرة في تدير هذا العالم، هي من دعمتها في البداية، تتعامل على أساس أن هناك من يدعم الأقليات في العالم. نعم. وتستفيد من هذه النقطة. كان وزير الدفاع الأمريكي في الأيام الماضية قد تحدث عن مشروع إعطاء الحوثيين حكم ذاتي في شمال الشمال. مثل هذه الدعوات الحوثيين يعني يستندون إلى مثل هذا الطرح، أنهم في نهاية الحرب سيتم مكافأتهم على أقل القليل، سيسيطرون على منطقة معينة ويستمرون في لعب دور القرصان. لم يستطيعوا السيطرة على اليمن، لم يستطيعوا السيطرة لا على الشمال كما هو ولا على الجنوب، وخرجوا من كثير من المناطق مدحورين. ولو أن التحالف العربي أراد مجابهتهم ودعم تطييف الجيش الوطني ولم يقم بتطييف الصراع واستحداث جيوش جديدة تحت مسميات طائفية ربما تكون واضحة خلال المرحلة القادمة، لكان الحوثيين اليوم في خبر كان يستفيدون من بعض الدعم الدولي. أيضا هناك تناغم بين المنظمات وبين المنظمات الدولية التي دائما تدعو إلى وقف الحرب وبين هذه الميليشيات وما تدعو إليه. نعم. يدعون أنهم هم السكان الأصليين، وهناك منظمات يمنية وأجنبية قالت هذا الكلام. نعم. ليسوا وحدهم من يسوقون مثل هذه الأفكار السخيفة. نعم. إذن سأكمل معك سيد فيصل، ولكن دعنا نشرك معنا في الحديث أيضا الإعلامي والناشط السياسي أكرم توفيق، سينضم إلينا من القاهرة. سيد أكرم، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد أكرم. يعني برأيك كيف تؤثر الدعوات الأممية لإيقاف الحرب على سير الأحداث في اليمن؟ يعني هل لذلك تأثير على الأرض مثلا؟ الكل يدرك تماما بأن الحكومة اليمنية أجبرت على خوض هذه الحرب ولم تسعى إليها. من تسبب بهذه الحرب هي ميليشيات الحوثيين. نعم. والتي أفسدت كل الجهود الرامية إلى إحلال السلام. مؤسسة الشرعية والحكومة اليمنية تعمل جاهدة على إرغام هذه الميليشيا على الاستجابة الكاملة لأطروحات السلام والاستجابة لقرارات مجلس الأمن الدولية، لكن هناك أيضا تخاذل وهناك الكيل بمكيالين من قبل مؤسسة المجتمع الدولي والتي لا تعمل بصراحة وبشكل واضح في الضغط على هذه الميليشيا للاستجابة لهذه القرارات الأممية. نعم. الجميع عرف بأن الحكومة اليمنية شاركت وأسهمت بفاعلية في محاورات جنيف في سبتمبر الماضي، إلا أن هذه الميليشيا أيضا كعادتها ادعت أنها بحجج كثيرة وبمبررات واهية لكي لا تشارك في هذه المباحثات التي ستخرج منها صفرة، لأنها لا تمتلك أي مقومات للاستمرار في هذه العملية السياسية. الأمم المتحدة أيضا لم يكن موقفها إيجابيا تجاه التخاذل الأخير وعدم الاستجابة من قبل الميليشيا للمشاركة في حوار جنيف، كان موقفها أيضا جدا سلبي. قرار أو التقرير العام للأمم المتحدة الأخير أيضا لم يكن منصفا وانحاز بشكل كبير لهذه الجماعات ولهذه الميليشيا. حقيقة نحن كيمنيين جميعنا يسعى إلى السلام، لا نريد هذه الحرب، الحرب خسر فيها الجميع، الحرب دمرت الجميع، الحرب أنهكت الجميع، إلا أن هذه الميليشيا لا تستجيب إطلاقا لأي دعوات للسلام وللمباحثات الجادة والوصول إلى تفاهمات حقيقية تضمن للدولة العودة الآمنة ولجميع المواطنين السلام والأمن. نعم. لكن سيد أكرم، يعني البعض يرى أنه يعني لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي حينما تكون المعارك متوقفة لدى الطرفين، ولا يأتي التحرك فقط إلا حينما يضيق الخناق على الميليشيات؟ لا نريد أيضا أن نتهم جميع هذه المنظمات الدولية بأنها شريكة مع هذا التيار أو هذا الكيان العابث بأمن وحدة واستقرار اليمن، لكن هناك أيضا منظمات مستفيدة من هذه الحرب، منظمات تستفيد من بيع السلاح، منظمات
مستفيدة في استثمار هذه المواقف الدولية، تستثمر جميع الانتهاكات لكي تحصل على الأموال الطائلة التي الجميع يعرفها. العبث الدولي هذا أعتقد أنه صعب أن نطلق عليها العنان بأنه تشمل جميع المنظمات الدولية، ولكن هناك كثير من المنظمات تستثمر هذه الأزمات. لكن الجانب الآخر، هناك أيضا منظمات إنسانية حقيقة تدرس الوضع وتدرك تماما حجم الكارثة التي تعاني منها اليمن. 8 مليون شخص على حافة المجاعة، أكثر من 4 مليون طفل تسربوا من التعليم، أكثر من 6 مليون نازح، أكثر من 1 مليون شخص يعني مهددون أو مصابون بمرض الكوليرا. الوضع في اليمن كارثي ومأساوي، لذلك تسعى الكثير من المنظمات الإنسانية الجادة لإيقاف هذه الحرب التي بالفعل أصبحت كارثة تهدد اليمن وتهدد المنطقة. نعم، إذن سيد أكرم يبقى معي، أعود إليك سيد فيصل. يعني دكتور، البعض يرى أن الحرب لو توقفت، وأيضا بالتحديد من طرف التحالف العربي عن التقدم في بعض الجبهات وأيضا دعم الحكومة الشرعية، لكانت يعني توقفت الحرب منذ وقت طويل. كيف يعني، هل تتفق مع طرح كهذا؟ بالتأكيد إذا أتاح التحالف للجيش الوطني مساحة واسعة وتوفر الدعم الكافي في مختلف الجبهات ولم تتوقف العمليات العسكرية بقرارات التحالف التي لا ندري ما سبب اتخاذه لمثل هذه القرارات، لا انتهت الحرب خلال دكتور هنا ايضا الفكره هو الراي الذي يطرح هو ان التحالف يعني غادر المشهد والمعركه تماما، ويعني ترك اليمنيين فيما بينهم، يعني ستحل القضيه وتنتهي الحرب. يعني تتفق مع طرح كهذا؟ اذا ترك للجيش اليمني حسم المعركه ودعم هذا الجيش، لان انت تعرف ويعرف المشاهدين ويعرف كل المراقبين الوضع في اليمن ان هذا الجيش يعني جديد ومستجد، نشا خلال الاربع سنوات الماضيه والثلاث سنوات بدات انشاء الجيش من الصفر، وهذا الجيش بكل تاكيد يحتاج الدعم الدولي. هناك قرارات دوليه يجب ان يتبع هذه القرارات، مثل القرار 2216 يجب ان يتبعه دعم مباشر مجلس الامن ودول التحالف التي قررت الخوض بهذا الحرب. اذا ترك للجيش الوطني مساله يعني اعطي الدعم الكافي وترك القرار السياسي للحكومه الشرعيه لاداره المرحله او اداره الصراع لحقق انتصارات، الا ترى اليوم معي ان الجبهات يعني تبدأ بالعمل عندما يكون هناك قرارات دولية وهناك قرارات، عندما يكون هناك بداية للمفاوضات وهناك يعني بالاتجاه المعاكس دعم للحوثيين من قبل بعض الأصوات وبعض المنظمات؟ لماذا لا يعني لا يدعم الجيش الوطني خلال الفترة السابقة بدون وجود شرط المفاوضات؟ يعني في خوض المعارك في مختلف الجبهات، يقيمون يعني يدعمون هذه الجبهه ويدعمون تلك الجبهه ويقدمون ويؤخرون حتى يضغطون على الحوثي لحضور المفاوضات، لانه كما تعلم لم يحضر المفاوضات. وضحت الصوره هنا. يريدون ان يدفعون به الى الامام، ربما يسيطرون على الحديده وهذا شيء جيد اذا لم يتم تطييف الصراع في الحديده ويعني والقيام بما والقيام باعمال مخله ومضره بالمواطنين كما فعلوا في عدن وبعض المناطق المحرره، سيكون هذا انتصار كبير لليمنيين. نعم، اذا وضحت الصوره، ربما يوقفون المعركه خلال الساعات القادمه. نعم، اذا وضحت الصوره، اشكرك جزيلا الدكتور فيصل علي، رئيس مجلس يمنيون للدراسات، كنت معنا من ماليزيا. وأذهب إلى ضيفي الإعلامي والناشط السياسي السيد أكرم توفيق. يعني سيد أكرم، من يمتلك قرار إيقاف الحرب في اليمن؟ يعني هل للمجتمع الدولي
يعني القدرة فعلا على إيقاف هذه الحرب، أم أن القرار يأتي من الداخل إذا وجدت نوايا حقيقية؟ أعتقد بأن قرار إيقاف الحرب هو قرار مشترك من الداخل ومن الخارج، من الأطراف المتحالفة على أو معنا في استعادة الشرعية، وأيضا من المجتمع الدولي الذي يشكل حقيقة توازن قوي ولديه القدرة على الضغط الحقيقي على جماعة الحوثي باعتبارها المعطل الأول لعملية السلام. أما الأطراف الداخلية فلا توجد هناك أي موانع، ولا توجد هناك موانع إلا من طرف وحيد فقط ومن طرف صنعاء. هناك تعنت واضح ولا يستطيع أن ينكر ذلك أحد، ويجب على المجتمع الدولي إذا كان يرغب بإحلال السلام في اليمن أن يساهم بفاعلية في الضغط على هذه الجماعة للرزوخ إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وجميع القرارات السابقة التي تطالبهم بتسليم المؤسسات التي قاموا بنهبها والوزارات والمعسكرات والرزوخ لسلطة وإرادة الشعب. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الإعلامي والناشط السياسي أكرم توفيق، كنت معنا من القاهرة. ومشاهدينا بهذا نصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر أيضا ضيوفي، كان معنا من كوالالمبور الدكتور فيصل علي رئيس مركز يمنيون للدراسات، وشكر أيضا للصحفي والكاتب غمدان اليوسفي كان معنا من هولندا. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله وحفظه.